الابلكيشن. ها سولي في اللارج برضه. لا مش في السارح، مش في السارح، مش في السارح. شكون؟ هاي شخص ربيعك منين؟ عايش انا مش احنا عايش. كمان 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 لا تركب كرب، اركب كرب. سل اليوم الصباح سي كمال طيب امام قاضي تحقيق خامس محكمة تونس بمكتبه بالمحكمة، و تبين انه النيابة العمومية طالبت استجابة الملف حول الله باش تعهد به محكمة التعقيب من هنا فصاعدا. إذا الملف باش يولي في يد محكمة التعقيب حول الله. نشكر النيابة العمومية على تطبيق هذا القانون. موضوع مفتعل ما فماش منه من أساسه. أنتم لو كان ترجعوا للبيان اللي صدر على وزارة الداخلية البارح ما ضمنش إشارة لهالموضوع هذا، لأنه ما فماش من أصله. الكاميرا اللي موجودين في الدار يصوروا في الداخل نتاع الدار وفي الخارج النهج الكل، واللي يحب يفتح القضيه ويقدم قضيه بهذا الاتجاه هذا يتحمل مسؤوليته وقت الكاميرا باش توري العمليه الكل، واللي ما فيهاش اي اعتداء على امن الدوله. اليوم يعني مثل بخصوص قضيه التامر على امن الدوله.